السلام عليكم. كان مكان ثم في اليوم التالي عاد صاحبي وسألني: أسمعت ما قالته رابعة يوما من أن توبتنا تحتاج إلى توبة؟ أجبته بنعم، وزدت إنها قالت أيضا: الاستغفار باللسان توبة الكذابين. ومع حق، فما جدوى استغفار باللسان لا يصاحبه عمل؟ غير أني سمعت من العارفين كلاما عجيبا عن التوبة، فقد قالوا إنها أول منزل من منازل السالكين، وأول مقام من مقامات الطالبين، بل هي يا صاحبي أول طريق شرعه الله تعالى إليه. وقد لفت نظري ما قالوه من أن أول التوبة انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه سوء الحالة، فإذا تفكر بقلبه في سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال سنح في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة، فيمده الحق سبحانه وتعالى بتصحيح العزيمة والتأهب لأسباب التوبة. وببساطة وعلى حد قولهم، فإن التوبة أولها الندم، والثاني العزم على ترك المعاودة إلى ما نهى الله عنه، والثالث السعي في أداء المظالم. والحقيقة إن التوبة من المقامات الرفيعة والأعمال الموجبة لمحبة الله تعالى، فقد قال عز وجل: إن الله يحب التوابين. وقد قيل: التوبة أول مقام من مقامات الموردين المنقطعين إلى الله عز وجل. أول مقام؟ ردد ورائي متسائلا. قلت له: نعم، فقد سمعت العارفين يقولون: أول ما يؤمر به المبتدئ التوبة، وهي الندامة والإقلاع والتحول من الحركات المذمومة إلى الحركات المحمودة. ولا تصح التوبة للعبد حتى يلزم نفسه الصمت، ولا يصح الصمت حتى يلزم الخلوة، ولا يلزم الخلوة إلا بأكل حلال، ولا يصح أكل الحلال إلا بأداء حق الله تعالى، ولا يصح أداء حق الله تعالى إلا بحفظ الجوارح، ولا يصح شيء مما ذكرناه حتى يستعين بالله تعالى على ذلك كله. ورغم أن العارفين اختلفوا فيما إذا كان على المرء أن ينسى ذنبه أو يتذكره، فإني أميل إلى ما مال إليه بعضهم من أن تنسى ذنبك. وقد قيل: أما علمت أن ذكر الجفاء في أيام الوفاء والصفاء جفاء؟ صحيح، فإنك تعيش بعد التوبة في لذة الطاعة، فكيف تناغصها بذكر الذنب وما أسأت فيه؟ هز رأسه موافقا، ثم عاد فسألني عن التوبة النصوح، فقلت له ما قاله العارفون: التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثرا من المعصية سرا ولا جهرا، ومن كانت توبته نصوحا لا يبالي كيف أمسى وأصبح. ثم إن التوبة توبتان: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. فتوبة الاستجابة أن يتوب العبد حياء من كرمه، وتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفا من عقوبته. أتريد المزيد؟ أومأ برأسه موافقا، فزدت: إن التوبة هي أن يعلم العبد جرأته على الله، ويرى حلم الله عز وجل عنه، ثم يتوب من الذنب ولا يرجع إليه كما لا يرجع اللبن إلى الضرع. ثم اسمع: هلاك الناس في شيئين يعملون رجاء أن يصلوا إلى التوبة، ويسوفون في التوبة رجاء طول الحياة. وقد سئل أحدهم عن التوبة فقال قولا جميلا: إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكره فهو التوبة. فلما انتهيت أنا من حديثي هم هو بسؤال، وهممت أنا بالإجابة،
غير أن التعب أدركني، فقلت له: إلى الغد إذن.